بيحب قوي العطاء بتاعه، يعني ما يبقاش مجبر على العطاء، بيديه بمحبة. المعطي المسطور يحبها، لو ده شرط يكون مسطور فرحان وهو بيدي. ايه هي بركات العطاء؟ الصدقة تنمي من الشرور، الصدقة تنمي من الضيقات، الصدقة تنمي من الخطية. دي بركة العطاء. الإنسان اللي بيقعد يدي لربنا من البخور ومن العشور ومن كل حاجة أو أي أموال داخلاله، يكون ربنا جزء من الفلوس ديت، زي ما بيقعد يقسم دي فلوس كذا للبيت، دي فلوس كذا لدروس الولاد، يدي برضه يستقطع جزء من أمواله لربنا. الإنسان اللي بيعمل كده ربنا بيبارك في الأموال وبيبارك في عمله وبيبارك في بيته وأسرته. حاجة مهمة أوي، كيف نقدم العطاء؟ إزاي نقدم العطاء؟ نقدم العطاء وفاء للدين. يعني إيه وفاء للدين؟ يعني ربنا هو اللي بيبعت الفلوس، فلو إحنا إدينا نقول له إيه وإحنا بندينه؟ نقول له من يدك وأعطيناك. هنقول له الآية هوضحها لكم هنا، من يدك وأعطيناك، يعني يا رب الفلوس دي أنت بعتها لنا وإحنا من إيدك أخدناها، وهنرجع تاني ندي جزء منه لكل محتاج وكل مسكين. بندي العطاء في الخفاء، يعني مش لازم اروح اعمل ظهرا كده ان انا بقدم عطاء او ادي خير او الفت نظر الناس. اعظم مثال للعطاء في الخفاء المراه اللي ادت فلسين. احنا فاكرين كان في الهيكل زمان ايام السيد المسيح كان في عطاء، الناس بتيجي صندوق العطاء في الهيكل، وكان كل واحد بيقدم بركه بدون حدود، كل واحد زي ما هو عايز يقدم. كانت الناس الغنيه بتقدم فلوس وتقعد تدي فلوس رنانه كده جوه صناديق العطاء علشان يظهر كل واحد ادى قد ايه، وده كان كل واحد بيفتخر بالحاجه اللي هو بيديها. جت المراه الفقيره اعطت فلسين في الخفاء، حطتهم وهي محرمه ومكسوفه. جه السيد المسيح جنبها وقال لها انت اديتي اكتر من كل اللي بيدي، لان انت اديتي في الخفاء واديتي من الاعواز واديتي من احتياجك، فربنا بارك في عطيتها واداها وكرمها بسيرتها في الكتاب المقدس. ازاي ندي؟ ندي بفرح وبسرور، زي ما قلنا المعطي المسرور يحبه الرب. مش انا هقول الحاجه اللي رايحه ربنا دي انا كنت هحتاج اجيب بيها حاجات، او الفلوس اللي طالعه ربنا دي هتاثر معايا في البيت. بالعكس، ادي. فاكرين الايه اللي بتقول هاتوا العشور وبررونا؟ ادي بس لربنا وشوف ان الباقي اللي موجود معاك هيكفي وهيفيد، لان مش بحسابك انت كانسان، ده ربنا له حساب تاني خالص. هناخد اعظم مثال للعطاء في الحياه المسيحيه، كانت الانبا ابراهام اسقف الفلاحين من جيزه. بنسميه رجل العطاء لان كان بكل اللي بيساله عن اي حاجه كان بيدي بسخاء بدون ما يقعد يحسبها. هدي مثال صغير خالص اختم بيه. كانت في واحد مره غني وكان داخل شتاء، وكان الانبا ابراهام قاعد في الدير، كان عنده بس جلابيتين خفاف. فلاحظ الراجل الغني دوت وهو بيزور الدير ان الانبا ابراهام ما عندوش شال صوف يلبيه، فراح قدم له هديه الصوف. اخذ الانبا ابراهام الشال وركنه على جنب. كانت واحده ست فقيره كانت محتاجه مبلغ، لكن مع الاسف الانبا ابراهام فتش في القلايه بتاعته ما لقاش فيها اي مبلغ يقدر يديه للست. افتكر ان الراجل الغني جاب له شال هديه، فراح قال لها خدي الشال دوت انا مش محتاجه، بعيد في السوق وخدي فلوسه واصرفي على نفسك، ولما ربنا يبعت لي فلوس تعالي وانا هديلك. وهي بتلف في السوق علشان تبيع الشال، صادف ان الراجل الغني دوت كان موجود بيشتري حاجات. فاول ما شاف الست معاها الشال جه قال لها انت جبت الشال ده منين؟ قالت له انا خدته من عند الانبا ابراهام. قال لها ليه؟ قالت له انا احتجت فلوس وهو ما كانش معاه، فاداني الشال وقال لي ابيعه. فراح قال لها طيب اتفضلي ثمنه انا هشتري منك. رجع تاني الراجل الغني للانبا ابراهام وقال له فين الشال اللي انا اديته لك؟ قال له بصراحه يا ابني انا اديته لحد كان محتاج. فراح مرجعهم تاني وقال له طب انا رجعته لك تاني.
علشان انا شفت الست وانا اشتريته منها مره تاني ان انا عايز انت تلبسه ويدفيه. فالاب برقاه بص له قال له بس اوعى تكون ضحكت علينا في ثمنه. قال له لا انا زي ما اشتريته في المره الاولانيه انا حسبتها عليه. قد ايه الاب برقاه كان حريص جدا ان هو يدي حتى كل حاجه، حتى لو حاجه هو محتاجها كان بيديها. مثال العطاء حلو قوي ومميز، عايزين كلنا يبقى عندنا صفه العطاء حب مش واحنا متضايقين. ربنا يكرمك.